يقول هل كانت الدولة العثمانية على حق؟ الدولة العثمانية كغيرها كالدولة الأموية كالدولة العباسية كالدولة الأيوبية فيها خير وفيها شر، فيها خطأ وفيها صح، لكن لا شك أنها دولة إسلامية وخلافة إسلامية، ونصر الله بها الدين وأعز الله بها المسلمين. وتوجد أخطاء، وكان في بعض الحكام التصوف كما كان في الدولة العباسية الاعتزال، قول بخلق القرآن كالمأمون والواثق والمعتصم، وهناك بعض الولاة كانوا فيهم شيء من الفسق سواء في الدولة الأموية أو في الدولة العباسية أو في دولة الأندلس أو في المماليك، ما تخلو هذه الدول من وجود بعض الحكام وقع منهم الظلم أو وقع منهم الفسق أو وقعت منهم المعاصي وغير ذلك. لكن بشكل عام الدولة العثمانية أعز الله بها الإسلام وأدب الله بهم اليهود والنصارى والمجوس، وأعز الله بهم الإسلام، وكانت الإسلام جولته وقوته، ولا شك أنها دولة يعني مباركة، لكن وقعت منها الأخطاء لا شك في هذا، والله أعلم.